منورين والله يا جماعة، وحشتوني قوي قوي قوي، منورين البيت جدا. انت كمان وحشتينا قوي يا علا. انت وشريف امال هو فين؟ شريف في مشوار بس وجاي على طول. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ اعمل لكم عصير؟ يا ريت تعملي لنا عصير وهاتي البنات عصير واعملي لي انا وعمر شاي. عينيا الاثنين يا منمن. ماشي حبيبتي، تسلم عينيكي. طنط منى طنط منى، ممكن اخد طماطم وندخل نلعب مع بعض؟ ايوه ايوه طبعا يا حبيبتي، بس ما تعملوش قوي علشان ايه ما تزعليش ماما مننا. شكرا يا مامتي. ايه طماطم؟ ما بديش ليه طماطم؟ انت وحشتيني قوي الايام دي والله. وانت كمان يا توته وحشتيني خالص والله يا بنتي. تعالي، انا بابا جاب لي العاب جميله قوي. بجد؟ يلا بينا نلعب. امال البنات راحوا فين يا عمر؟ دخلوا يلعبوا، مش قالوا لك هيلعبوا شويه يا منى؟ انت بقيتي بتنسي ولا ايه؟ اه والله مش واخده بالي. ايه ده 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 ايه يا ماما؟ امي امي يا توتة، امي تعالي بسرعه يا توتة، مش هقدر اتخلى عنك، تعالي تعالي يا توتة تحركي. في ايه؟ في ايه طماطم؟ في ايه؟ الحقيقة ماما في حاجات فظيعه جوه الاوضه. خير خير يا حبيبتي، في ايه؟ توته جرالها ايه؟ خير خير يا حبيبتي، في ايه؟ توته جرالها ايه؟ مش عارفه يا عمر في ايه، ادخل بسرعه شوف في ايه اللي في الاوضه، يكون في فار ولا ايه؟ لا 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 لا، مش فار مش فار يا ماما. فوق ايه يا توته؟ فوق ايه يا حبيبتي؟ يا حبيبتي يا توته. ايه ايه ده؟ ايه ده ده؟ ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي، هو احنا دخلنا بيت غلط ولا ايه؟ الاوضه دي اوضه عفاريت ولا ايه؟ ده ايه ده يا منى؟ ده اوضه شريف وعلا ولا ايه؟ احتلوها الديناصورات. استنى 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 يا عمر، استنى كده يمكن ما اقعش. منى منى منى، انت جاي اقوم عليك هنا يا منى، هسيبك ليهم وامشي والله. قومي قومي بسرعه. تعالي 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 يا منى، تعالي تعالي، الحقونا الحقونا يا ناس، الحقونا بسرعه. يا علا يا علا، انت رحت فين بس؟ انت فين يا شريف؟ عليها يا كمان يا طنطا منى، شكلي انا كمان هحصلها يا بنتي. لا ما تسيبونيش لوحدي، ما تسيبونيش لوحدي. تعالي يا علا تعالي بسرعه، الحقيني الحقيني، ايه الحاجات اللي عندكم في الاوضه دي؟ يا خبر فيه، انتوا عندكم وحوش وحوش في الاوضه، وحوش عملاقه. يا نهار ابيض، بنتي واختي، يا خبر في ايه اللي حصل؟ الحقينا يا علا بسرعه، هاتي برفيوم ولا اي حاجه من عندك. وحوش ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ فهموني. الوحوش اللي عندكم في الاوضه دي، ده انتوا بيتكم مسكون باين ولا ايه؟ وحوش ايه بس؟ يا خبر ابيض عليك يا شريف. اه يا دماغي، اه ياني، انا غلطانه اني جيت ازورك يا علا، انا غلطانه، انا ايه اللي بعمله في نفسي ده يا ربي؟ يا منى يا حبيبتي اهدي اهدي يا حبيبتي، دول مش حيوانات ولا حاجه، ولا حاجه مفترسه يا بنتي. امال دول ايه يا ماما؟ دول ايه اللي فوق ايدكم؟ دول وحوش يا حبايبي. والله ما وحوش ولا حاجه، دي حفريات. بابا شريف مهتم بالحاجات دي. الفحريات دي فحريات ايه وبتاع ايه؟ بابا يجيب لنا حاجات تخوف في البيت، اخت عليك يا بابا. انت بتقولي ايه يا علا يا حبيبتي؟ حفريات ايه ووحوش ايه وايه الكلام ده؟ انتوا من امتى بتجيبوا الحاجات دي في بيتكم كده؟ يا جماعه اهدوا بس اهدوا. شريف من وهو صغير بيحب الديناصورات. ديناصورات ايه؟ وما خفتيش على بنتك يا بنتي؟ يا حبيبتي دي حاجات كلها زي تماثيل كده، ما بتعملش اي حاجه ومش مؤذيه، هو بيحب شكلها وكان بيحبها وهو صغير، ولذلك بقى مغرم بيها وكل شويه يشتري لنا منها. حفريات اثريه يعني تقصدي؟ ايوه حاجه زي كده. يعني عم شريف بيشتري التماثيل الميتة. يعني بابا بيجيب لنا الميتين عندنا يا ماما. يا حبيبتي ميتين ايه بس؟ لا 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 مش ميتين ولا حاجة، زي الحفريات اللي شفناها في المتحف كده يا توتة. انا فهمت كده فهمت كده يا علا، هو كان في مشوار صحيح الاسبوع اللي فات في مزاد كده، كان قال لي عليه، بس الحقيقة ما كنتش عارف هو هيشتري منه ايه. والله لو اعرف انه هيشتري الحاجات الغريبة دي كنت قلت له وفر فلوسك يا عم، انت اولى بيها. ما تخافوش ما تخافوش، تعالوا وانا اوريهم لكم عن قرب، ما تخافوش. كمان هتوريهم لنا؟ لا يا علا انا مش هشوف الحاجات دي تاني، روحوا انتوا مع البنات بقى. تعالوا تعالوا يا بنات، ما تخافوش، المسوها بنفسكم. يا مامي دي شكلها وحش قوي يا ماما. انا عايزه البسها يا طنط علا. الله دي شكلها عملاقه قوي، بس شكلها حقيقي خالص. يا خبر يا عم شريف. ياه هو عمنا اللي وقف ده اكتر واحد خضني بصراحه، وسايب ركبي لما كنت هعملها على روحي. بعد الشر عليك يا جوز اختي. فعلا شكله عملاق قوي يا بابا، هو رجليه ورمه ده ولا ايه؟ هو عايز مرهم؟ انا مش عارفه يا بنتي، انا مش عارف يا بنتي بصراحه، شكله كده غريب قوي ومنقط ومنفوخ منفخ من كل ناحيه، ده ايه الحاجه؟ ايه ده؟ هو ده ديناصور ده ولا ده ايه بالظبط؟ ده شريف بيحب حاجات غريبه قوي قوي يا جماعه، اهي حاجات غريبه كده،
انتوا عارفين شريف؟ تعالي تعالي يا طماطم، بصي ديلو عامل ازاي، ده ديلو خفيف وجميل قوي وظريف، تعالي اقعدي جنبي. لا يا ستي انتي مبسوطه كده خليك. تعالي اقعدي جنبي يا طماطم ما تخافيش، ده طلع لطيف خالص، شفتي الحاجات الالوان اللي على ظهره دي؟ فعلا جميل قوي يا دوده. بس انت عارفه انا عايزه اطلع فوق. تطلعي فوق ايه، على القرن اللي فوق؟ ايوه استني استني، طلعوني طلعوني. يا خبر يا طماطم يا بنتي، ايه اللي انت عاملاه ده، انزلي انزلي تعالي هنا لا تقعي. ده لذيذ قوي يا بابا، خدوا لي الصوره بقى انا ودوده. لا انا شايف بقى ان احنا نستاذن يا علا، كفايه علينا قوي كده النهارده. ما انتوا قاعدين يا عمر. لا كفايه قوي، ابقي سلمي لي على شريف وقولي له مردوده له ان شاء الله لازم اجعزه واخده نفس الخضه اللي انا اتخضيتها النهارده دي. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.